وللمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، بعد التحية لو تنقل لنا أبرز الاستعدادات لدى الفعاليات الرياضية خلال المشهد أمامك. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية لا تتوقف منذ أن بدأت بتنوعها وبتنوع هذه الفعاليات وباختلاف هذه الفعاليات وتحديدا منها الرياضية والثقافية والترفيهية. ربما من أهم وأبرز الأحداث اليوم هي الحفل الخاص بالنجم الكبير عمرو دياب التي ستقام اليوم في اليو أرينا، منطقة اليو أرينا، في 10 مساء. بالطبع هناك إقبال كبير جدا على هذا الحفل، ربما انتهت حتى تذاكر هذا الحفل منذ أن تبدأ الحفل به يوم أو يومين. يعني هذا الاحتفال يشهد إقبالا كبيرا من جميع الفئات العمرية، من الشباب والعائلات، وكل الفئات العمرية جاءت لتحضر هذا الحفل في منطقة العالمين الجديدة. ولكن هذه الفعاليات لا تتوقف فقط على الحفلات الغنائية، نتحدث أيضا عن الفعاليات الثقافية والترفيهية مثل المسرحيات. فاليوم أيضا لليوم الثاني على التوالي تعرض مسرحية السندباد في المسرح الجديد الذي تم إنشاؤه في منطقة الترفيهية، وهي المسرحة بطل هذه المسرحية النجم كريم عبد العزيز. ستكون هذه المسرحية في المساء أيضا في المنطقة الترفيهية وتستمر حتى غدا اليوم وغدا. بالإضافة أيضا لذلك الفعاليات الثقافية الأخرى التي تقام إما في المنطقة الترفيهية من السيرك القومي أو حتى الفعاليات التي تقام في المسرح الروماني. كنا قد رصدنا بالطبع كورال الجامعات الذي يعني ربما أطرب الحضور بالأغاني المختلفة والموسيقى والأناشيد المختلفة على المسرح الروماني، وهذا يأتي ضمن الرحلات اليومية التي تأتي بها وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي بالطلاب يعني رحلات اليوم الواحد بأماكن مختلفة من العالمين الجديدة. بالإضافة أيضا لطلاب الجامعات الذين يأتون يوميا تقريبا إلى الأماكن المختلفة ويشاركون في الفعاليات المتنوعة من الرسم والغناء وغيرها من الفعاليات. بالإضافة لذلك أيضا الفعاليات الرياضية ما زالت مستمرة. نتحدث اليوم أيضا عن بطولة ذوي القدم الواحدة من ذوي الهمم الذين وهي 1-1. نتحدث عن بطولة يعني لاعب في مقابل لاعب واحد فقط في ملعب كرة القدم اليوم سيطل على شاطئ العالمين الجديدة. بالإضافة أيضا لاستمرار الفعاليات الترفيهية المختلفة في مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. هذه هي أهم الفعاليات، والآن عودة إليكم مرة أخرى. شكرا جزيلا زميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.